عليكم ورحمة الله. يا جماعة أنا رايح أحلق وبابا هيجي معايا وهنويته الشات النهائي بس خليته معايا، وقبل ما نبدأ خليته لايت واشتيته في التنور وتفعلوا الضيف. يا جماعة خليته معايا عشان أحلق وهويته الشات الجديد، خليته معايا. زي ما شفتوا يا جماعه احمد راح يحلق، فانتهزت الفرصه انا وجنة وطلعنا فوق السطوح علشان نعمل الزينه. الزينه دي من يوم الوقفه ومش عارفين نركبها، محتاسين بيها وعملت على بعض، فقررنا نطلع نعمل الزينه وجنة. بصراحه ما كناش عارفين نعمل مسامير وغلبتنا. التاني اهو مش عارفين ندق، كل ما ندق مسمار مش عارفه ادق، كل ما ندق المسمار مش راضي يدق. انا خايفه ادقه على ايدي. ايه خايفه اعمله على ايدي؟ طب هاتي كده وانا اجرب. انا هو عمل ويا جنة ويا جنة، هاتي اجرب انا. هاتي وادق على ايدي يا بنت، هتدق على ايدك هاتي. هاتي يا جنة هاتي. بصوا يا جماعه برضو تجربتنا فشلت في تركيب الزينة رمضان، والمغرب كان خلاص قرب يأذن يعني لازم ندخل بقى نعمل الاكل، فسيبنا الزينه وسيبنا كل حاجه، ركبنا كده شويه صغيرين زي ما قلت لكم المسامير غلبتنا ودخلنا بقى نعمل الاكل، فخليكم معانا. انا يا جماعه قررت تعمل لي مكرونه بالبشاميل وربنا يسترها. يلا بشوف المكرونه يا جنة من ايدك اليوم، نشوفها تبقى عامله ازاي. قولي انت عملتها ازاي. انا عصج البصل وبعدين حطيت عليه اللحم. اسمها نعصج البصل. بص هي قشرت البصل وحطيته في قلب السمنه والزبده، قلت لك نعصج البصل. نعصج اللحم مش البصل. وبعد كده عملت ايه بقى؟ اللحمه. طيب انت هتعملها من غير بصل من غير لحمه؟ ماشي، حط بقى بتاع كفايه عليك كده، حط في قلبها اللحم. يا ستي جنة يا جماعة زي ما انا قلت لكم فرشت على الارض وبرشت، هتعمل لنا صينيتين مكرونة عشان في ناس بتحبها بالفراخ وفي ناس بتحبها باللحمة. دي شاورما ودي لحمة متعصجة. يلا قاعدة زي الست الحاجة العجوزة. قاعدة زي حتة الست الحاجة هتعمل لكم المكرونة ايه؟ ولابسة قصدي ماما كمان. تقمصت شخصيتي. بس حطيت احط كمان معلقه صغيره معلقه بشاميل، حطي كمان معلقه بشاميل. ايوه كده ما تدلماش يا بنت على الارض اهو. قلبي بقى اوعي تعجني. هي دي بتقلب بيها؟ قلبي بمعلقه صغيره لانك مش عارفه تمسكي. يا بنت قلبي بمعلقه صغيره، خدي المعلقه اللي... ايوه كده معلقه صغيره وقلبي بيها بقى. عملنا ايه يا ست الحاجه النهارده؟ مندوق ونشوف. سامي كده قولي بسم الله كده وصلي على النبي عشان المكرونه تطلع حلوه. بسم الله يا رب المكرونه تطلع حلوه يا جدع. عشان على فكره انا هقول الحقيقه يا جماعه، والله لو المكرونه طلعت وحشه هقول ان هي وحشه، لو طلعت حلوه هقول ان هي حلوه. انا مش عامله من الاول، ما هي ساعدتني بصراحه، بس انا عملت حاجات وهي عملت حاجات. اما نشوف بقى، انا بعملها لوحدي بتطلع زي الفل. اما نشوف الحاجه من البشاميل اللي فيها. خدي بقى شويه مكرونه. ايوه كده بسرعه، شيل حله كده. اساعدك اطفي الكاميرا واساعدك. شاطره يا جنة اتعلمي كده.
انت كبرتي عشان تساعديني، عشان بعد كده في الاجازه انا يا جماعه مش عايزه اعمل حاجه واخليها هي تخش المطبخ. ايه رايك؟ لما بقولها كده بتتنرفز. عايزه انرفزك انا؟ لا، بقولها في الاجازه خليك انت اللي تعملي الاكل تريحيني شويه. يلا يا ستي الحاج، معلقه دي تجيب لنا صغر. معلقه؟ مفيش معلقه اصغر من كده. بقولك انت جايبه لنا اصغر معلقه. ما يبهرج معاك الفكره. يلا كفايه 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 كده. لا حطي بس، حطي ها اعمليهم بقى، اعمليهم وزعيهم كده على الصينيه، وزعيهم على الصينيه. هتعوز تاني؟ لازم تبقى الصينيه تحت كلها متغطيه ملخومه. اول مره بقى تعمل صينيه المكرونه فعشان كده ملخومه. نورين المكرونه اللي وقعت تحت دي، بتعمل بتاعت احمد يا جماعه. احمد بيحبها من غير لحوم خالص ولا فراخ، ولا يحبها باللحمه، بيحبها كده فاضيه. فبنعمل له الحش شويه صغننين دول، ولازم تبقى شكل كده. دي بتعمل الشكل، دي بتاعت الكيكه اصلا، لازم هو اللي مختار ومنخلينا نعمله فيها كل مره. كده كده كفايه كفايه. نحط بقى على وشها بشاميل بس في الاخر خالص بقى. يلا حطي بقى، ظبطي دي ظبطتها ماشي. حطي بقى في بتاع لحمه، اللحمه دي اللي كانت اتجنبت على الصاجه يا جماعه اهي. طب حطي وزعي كده على قد ما تاخد، حطي وزعي كده في كل جنب شويه، وزعي في الجوانب. شاطره يا جنى، برافو عليك، شاطره يا جنى، برافو عليك. وزعي وزعي اللحمه كده بقى، ما تخليهاش متكتله في حته واحده، خلي المكرونه كده كلها تبقى مليانه. تيجي نحط صينيه جلاش، فايد لحمه كتير اهي. يلا لو لحقنا، لو لحقنا نعمل صينيه جلاش. ماشي، احنا عندنا جلاش بس مش هتلحق تفك لو في وقت. يلا بس نعمل الصواني دي. ساكي مرعصر الدن، العصر اذن. اه يلا عشان نصلي العصر، لسه مأذن دلوقتي حين. يا جماعه قولوا لنا انتوا عملتوا ايه النهارده في الكومنت. الناس اللي متابعانا بتفرج علينا، قولوا لنا انتوا عملتوا ايه النهارده، يعني عملتوا اكل ايه، عشان اغش منكم. عشان انا بصراحه زهقت من الاكل، يعني كل يوم اقعد افكر هعمل اكل ايه هعمل اكل ايه. فانتوا اكتبوا لنا في الكومنتات كده عشان اغش منكم. وكل سنه وانتم طيبين وبخير. هنعمل الصواني بقى عشان الفيديو ما يبقاش كبير عليكم، وايه بقى، وشوفونا هنعمل ايه تاني عشان هنعمل عصير وحاجات. انت اللي بتعملي عصير يا جنى؟ اه ماشي. يلا هنعمل. امبارح كنا عاملين عصير برتقال وبلح، هو البلح عندنا اساسي. اه النهارده بقى خلينا ننوع، نطلع كيس جوافه. عايزه جوافه؟ عندنا مانجا وجوافه. خلاص ماشي، نطلع كيس جوافه. يلا جنى، احمد جه يا جماعه راح حلق. تعال اقفل الباب حبيب قلبي. ايه الجمال ده اللي انت عملته ده يا حبيب؟ شعرك، شعرك فين؟ مع احمد بعد ما حلق وريني شكلك كده. طب وقف وقف استوديو، وريني كده، شوف اشوف ميل ميل. طيب ايه ده؟ داير جنب كده، الداير اللي ورا. ما تخافش ما تخافش، الداير اللي ورا. مش عارفه ايه القصه دي بس حلوه والله، جميله يا احمد، مبروك. وشعرك راح فين؟ حلو، مبسوط؟ مبسوط ان انت حلقت؟ ايه؟ ماشي. مش راح فين؟ يا المطار. يا احمد مين اللي قالك اعمل الفورمة دي؟ بابا. بابا ولا عمه اللي بيحلق؟ بابا اللي قال لي. قال له ايه؟ قال له اعمل له كده؟ اه. والله الفورمة اللي انت كنت عاملها المرة اللي فاتت، القصة اللي انت كنت عاملها كانت احلى من كده، بس دي حلوة برضو. ايه مش وحش، مبروك عليك يا عم. يعني احلى من اي حاجة. طيب مبسوط يعني؟ يلا خش على الحمام. يلا يلا على الحمام، على الدش. دلوقتي بقى يا جماعه خلصنا الاكل زي ما انتم شايفين كده، والمغرب جدا بقى، هنروح بقى ناكل. لو عجبكم بقى فيديو النهارده ما تنسوش تعملوا لنا لايك وتشتركوا في القناه عشان يوصل لكم اي فيديو جديد هنعمله.